مشاهدينا الكرام تحية طيبة، هذا موعدكم مع برنامجنا الاقتصادي الأسبوعي الشامل أوراق اقتصادية، والذي نلقي الضوء فيه على أهم القضايا التي شغلت مجتمع الاقتصاد والأعمال في الأسبوع المنصرم. مشاهدينا الكرام، ما زال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مسيطرا على دوائر الدراسة والتحليل للنتائج واستراتيجيات العمل في ضوء الإتاحات الكبيرة التي قدمها للنشاط الاقتصادي في مصر بمختلف مجالاته، عبر دفق هائل من اتفاقات وعقود الاستثمار ومذكرات التفاهم الأولية المرشحة للتحول إلى عقود استثمار. فقد تعدى إجمالي قيمة الاتفاقيات والعقود المبرمة ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر شرم الشيخ 160 مليار دولار، توزعت بين عقود استثمار واتفاقيات مبرمة بالفعل وصلت إلى 60 مليار، وبين مذكرات تفاهم متعددة الأجال بقيمة إجمالية 92 مليار دولار، وبين تعهدات دعم خليجية قدرت ب 12 مليار دولار 12.5 مليار دولار. وتوزعت اتفاقيات وعقود الاستثمار كما أوضح رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بين اتفاقيات استثمارية وعقود مبرمة بقيمة 36.2 مليار دولار، وبين مشروعات ممولة من القطاع الخاص بقيمة 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات قروض الصناديق والمؤسسات الدولية بقيمة وصلت إلى 5.2 مليار دولار. وبنظرة تحليلية لاتفاقيات وعقود ومذكرات التفاهم التي أبرمت خلال المؤتمر، نجد أنها توزعت على مختلف قطاعات هيكل الاقتصاد المصري. فعلى صعيد اتفاقيات وعقود الاستثمار المبرمة، نجد أن قطاع البترول والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من توزيع وتوقيع اتفاقيات الاستثمار بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، تلا قطاع الأغذية بقيمة 6 مليار دولار، ثم النقل واللوجستيات. أما بالنسبة لاتفاقيات التفاهم، فقد حلت مشروعات العقارات في المرتبة الأولى بخمسة مشروعات قيمتها الإجمالية 72.4 مليار دولار، ثلاثة مشروعات قطاع الكهرباء البالغ عددها سبعة مشروعات قيمتها الإجمالية 32.6 مليار دولار، ثم قطاع الغاز بمشروع واحد قيمته 5 مليار دولار مع شركة إني الإيطالية. وتساوى قطاع النقل والتجزئة بمشروعين لكل منهما الأول قيمته 1.4 مليار دولار. وتوزعت اتفاقيات الاستثمار الكبرى بين اتفاقية الاستثمار في مجال الغاز والبترول مع مجموعة بريتش بتريليوم بقيمة 12 مليار دولار، واتفاقية مع المؤسسة الدولية لتنمية التجارة الدولية بقيمة 3 مليار دولار، وكذلك اتفاقية لتنمية جنوب مارينا كرمز سياحي وسكني مع الشركة العربية بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أربعة اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالسكة الحديد بقيمة 600 مليون دولار، وأربعة اتفاقيات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتطوير مطار شرم الشيخ وتطوير معمل تكرير أسيوط بتكلفة 800 مليون دولار. أما مذكرات التفاهم، فقد استحوذت مذكرة تفاهم العاصمة الإدارية الجديدة مع الإمارات على نصيب الأسد من إجمالي قيمة استثمارات تلك المذكرات بما قدر ب 45 مليار دولار، ثلاثها ست مذكرات تفاهم مع الطاقة في الطاقة الكهربائية مع سيمنز الألمانية ومصدر الطاقة ومصدر الإماراتية وأكوا باور السعودية بقيمة 20 مليار دولار، ثم أربعة مذكرات تفاهم مع شركة السويدين السعودية لمشروع المركز اللوجستي والمدينة التجارية بخليج السويس بقيمة إجمالية 6 مليار دولار، بينما حصلت شركة أفك الصينية على مذكرتي تفاهم بقيمة 1.4 مليار دولار لإنشاء القطار المكهرب وعدد مشروعات السكة الحديد. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود مرة أخرى لاستكمال الحديث. عدنا أعزائي المشاهدين، منذ أيام خلص مؤتمر مصر المستقبل في شرم الشيخ، بس احنا ما خلصناش، احنا اعتقد ان هنستمر الاسابيع طويله وقد تطول الاسابيع وتمتد الى شهور لتحليل كل ما جاء بالمؤتمر. ده حدث اقتصادي مهم جدا، ما اعتقدش انه تكرر في تاريخ مصر. الرئيس قرر ان يكون هذا الحدث اشبه بدافوس، كل سنه ممكن نعمل مؤتمر مشابه، نجمع استثمارات نقدم فيه مصر الجديده، نشوف ايه اللي تم في الفتره الماضيه وحصيله الاستثمارات التي دخلت مصر عشان نؤكد للعالم ان احنا جادين. اسمحوا لي يكون معايا ضيفين كريمين، الدكتور محمد غازي رئيس الاتحاد العربي للتامين ورئيس شركه مصر تامينات الحياه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، اهلا بحضرتك. مساء الخير. اهلا وسهلا. تتفق معايا دكتور محمد ان احنا محتاجين اسابيع طويله عشان نشرح للناس ايه اللي حصل في المؤتمر دوت، ونقدم للمواطن البسيط وجبه سهله الهضم يقتنع بيها ويعرف ايه الانعكاس المباشر عليه بعد انتهاء هذا المؤتمر؟ وانا اتفق مع حضرتك ان المؤتمر محتاج فترة المواطن المصري بنتائجه بالمشاريع التي تم التعاقد عليها،
نشر ثقافة الاستثمار في مصر دي مهمة جدا، والعائد الاقتصادي والاجتماعي اللي هيعود على الشعب المصري من وراء هذا المؤتمر. الفترة اللي جاية هي فترة نقدر نقول فترة الانطلاق نحو التنفيذ، يعني احنا فلحنا في المؤتمر الاقتصادي ان احنا نجذب المستثمرين، نوقع بروتوكولات، جمعنا 60 مليار، عملنا. ايه اللي اختلف في المؤتمر ده دكتور محمد عن اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده؟ والله هو انعقاد المؤتمر في حد ذاته يعتبر نجاح. لو حضرتك شفت الأجواء قبل المؤتمر وتحدي جماعات الإرهابية في مصر لعمل معوقات كبيرة ونوعية لإفشال المؤتمر أو لعدم انعقاد المؤتمر، أقول إن مجرد انعقاد المؤتمر وهذا الحشد العالمي اللي جه مصر جه شرم الشيخ بعتبر ده نقطة تحول في تاريخ الشعب المصري. إذا كان الشعب المصري خرج عن بكرة أبيه في 30/6، إذا كان الشعب المصري انتخب السيسي بإجماع أكثر من 95%، والاستفتاء الثاني بعد انتخاب الرئيس السيسي وهو مشروع تمويل قناة السويس الجديدة، أنا بعتبر ده الاستفتاء العالمي أو الانتخاب العالمي أو اختيار الرئيس السيسي بإجماع العالم. حول مصر من مجرد ما كانت في عزلة نسبية بعد 30/6 والتآمر اللي حصل عليها من بعض الدول في أوروبا وبعض الدول العربية، إلا أن هذا المؤتمر وضع مصر على الطريق الصحيح. يكفي تعليقات توني بلير، تعليقات كريستين لاجارد، تعليقات كل الوفود اللي جات، يكفي المد العربي والدعم العربي لهذا المؤتمر. وبالتالي يجب تبصيرة المصريين بالعوائد الاقتصادية والعوائد الاجتماعية اللي هتعود على شباب مصر أولا وعلى المجتمع المصري ثانيا. مصر أنا بعتبر دلوقتي المرحلة الثانية لبناء مصر الحديثة، مصر الحديثة اللي كلنا بننشد إن في عاصمة إدارية جديدة، إن كلنا بننشد إن في محطات طاقة هتتبني، كلنا بننشد تطوير مؤسسات الدولة. أنا أقدر أقول لسعادتك أن هذا المؤتمر وهذا الحشد الذي وقع في شرم الشيخ لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد وقع. أنا عجبني النهاردة تعليق أحد السادة رجال الأعمال أن مصر عملت ما يسمى أوبن بوفيه للمستثمرين. المستثمر هو عايز إيه هو اللي يختار. المستثمر عنده تنوع من القنوات الاستثمارية المختلفة، المشروعات المختلفة، وده جهد لازم تشكر عليه حكومة المهندس إبراهيم محلب وفريق العمل في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الإسكان. أعتقد أن كان أول مرة وزارة أو حكومة في مصر تعمل بروح الفريق، وعندما يكون الفريق بيلعب كرة جماعية فالنتائج بتكون جيدة. أعتقد أن الفريق جميع الوزراء اجتمعوا على أن هم يقدموا أحسن ما عندهم وإبداعاتهم لإنجاح هذا المؤتمر. وبالتالي أنا بقول لحضرتك إحنا مطالبين في كل مواقعنا أن إحنا نعمل ما يسمى وعي لجماهير الشعب المصري بأن هذا العائد وإن كان قد يتأخر سنة إنما هنشوف ملامحه خلال سنتين. أنا أسمح لي أن حضرتك يعني هنتقل للدكتور هشام، بس المحور دوت هركز فيه وهتكلم فيه باستفاضة. دكتور هشام، أنا مواطن بسيط ممكن أكون بشتغل شغلانة يدوية، شايف الإعلام بيتكلم على المؤتمر الاقتصادي وبيفرد له يعني حلقات والصحافة بتفرد صفحات، وهسأل السؤال البسيط، طب أنا هيعود عليا بإيه؟ ممكن نبسط للمشاهد. تمام. العائد هيكون إيه على المواطن؟ نبتدي، هو المواطن كان بيعاني من إيه في الأساس؟ لأنه هو اللي حدث خلال المؤتمر هو ترجمة حقيقية لمعاناة المواطن. طيب هنشوف أهم المشروعات اللي كانت مقدمة في المؤتمر. يمكن كان بيجي في مقدمتها مشروعات قطاع الكهرباء، الكل بلا استثناء، كبير صغير، رجل امرأة، غني فقير، كان بيعاني من انقطاع تيار كهربائي مستمر داخل المنازل، مش هقول بقى في أماكن العمل وانعكاساته على المصانع والمشروعات الإنتاجية، لكن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي كانت مشكلة حالة وضرورية، وعندنا فجوة في حجم ما ينتج وحجم ما يستهلك، محتاجين ما بين 4 و5 ميجا تضاف للشبكة. الوضع الحالي جيجا. الوضع الحالي طبعا كان صعب للغاية. ناهيك بقى عن انه اي استثمار جديد انا محتاجه بداية محتاج كهرباء، فما كانش ينفع اعمل استثمارات جديدة وابتدي نقطة البداية اللي هي الكهرباء مش موجودة. قطاع الكهرباء انت شايف حضرتك ان دي من اخطر المشكلات اللي واجهت الرئيس وواجهت الحكومه، دي واجهت المواطن بالظبط، يعني اخطر المشاكل وهي التحدي الاكبر اللي كانت بتواجه المواطن، والحكومه والرئيس استجابوا للتحديات اللي بتواجه المواطن. طيب قطاع البترول، طوابير على محطات الوقود لخلال من سنه ونص قبل 30 يونيو، ونقص سولار، نقص بنزين في كل القطاع. على مدار عام ونصف كنا عايشين على مساندة قوية من الشقاء العربي، السعودية، الإمارات، الكويت فيما يتعلق بالمشاركات البترولية.
مسألة ضخ مزيد من الصناعات في هذا القطاع الحيوي أمر هام جدا. احنا الحقيقة على مدار السنوات الأربع الماضية الحقيقة كان في نقص شديد في حجم ما يستثمر في هذا القطاع بسبب الظروف السياسية، عدم الاستقرار، الأوضاع المتقلبة. فكان مهم قوي أنه شركات النفط التنقيب والبحث عن البترول تعود مرة أخرى. ويمكن قبل نقاد المؤتمر الاقتصادي كانت بريتش بتروليوم اكبر شركه استخراج نفط في العالم وفي بريطانيا بتعلن عن ضخ 12 مليار دولار لمزيد من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب. فمؤكد انه ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول امر هام جدا، علشان لو الاشقاء العرب جم في لحظه ما قالوا احنا ادينا كتير ومحتاجين بقى تعتمدوا على نفسكم، يبقى احنا جاهزين. فالقطاع ده كمان ملمس مع المواطن. القطاعات الاخرى ايه؟ لو هنتكلم على المشروع الابرز اللي هي واجه العديد من الانتقادات، مشروع العاصمه الجديده. الكل يعاني من تكدس سكاني ليس فقط في القاهره لكن في كل المحافظات. الكل مش بس بيعاني في التنقل والحركه لكن كمان مفيش فرص للتوظيف، فاقد رهيب في الوقت، في التكلفه، في المجهود بتاع المواطنين، تدني في مستوى اداء الخدمات للمواطن في ظل تكدس رهيب الكل بيعاني منه. فكان مهم قوي انه نرجع تاني للكلام اللي قاله السيد الرئيس في برنامجه الانتخابي قبل ما يتقدم، قال انه احنا قاعدين على 6-7% مش هينفع نكمل كده. وهنستعيد تاني الكلام اللي قاله في وقت ما كان بيتفقد الماكيت والمخطط بتاع العاصمه الجديده، لما بيتقال 10 سنين ده في 10 سنين هنكون زدنا 26 مليون، هيبقى الحال غير الحال. فمزيد من مشروعات تفتح شرايين جديده للاقتصاد مؤكد مهم جدا. فمؤكد العاصمه الجديده مهمه لانها هتخفف، هتحلحل بقى التكدس السكاني اللي موجود في كل محافظات مصر. المشكله الاصعب اللي كنا بنواجهها انه مزيد من العشوائيات ينتشر في ظل استمرارنا على نفس البقعه. نفس البقعه اللي احنا قاعدين فيها في ظل عدم تمدد طبيعي وصحي، مزيد من العشوائيات هيبقى موجود. فكان مهم قوي انه المشروعات دي بالاضافه لانها بتخدم على المواطن لكن كمان بيبقى مردودها الاقتصادي عالي، يعني القيمه المضافه ليها عاليه. يعني لما بنتكلم على الكهرباء، لما بنتكلم على البترول، دي قطاعات يقوم عليها اي معدن مقصود. انت اتكلمت على اثار اجتماعيه مباشره خاصه بقطاع الكهرباء، قطاع الطاقه، بحيث ان هو ده حاجات كان بيشتكي منها المواطن وكانت دايما مثار نقد وانتقاد الحكومات. طيب صحيح. انا لو انتقلت لحضرتك واتكلمت على اثار اكثر يعني اهميه للمواطن زي لقمه العيش، زي فرصه العمل، هيلاقي الكلام دوت في المؤتمر بعد يعني هنخلصوا الجميع لهذا للنتائج اللي احنا شفناها؟ هو شوف حضرتك، عشان توفر فرصه عمل واحده يمكن الخبراء واساتذه التمويل والاستثمار قالوا مش اقل من 150 الى 200 الف جنيه لفرصه العمل الواحده. فرصه العمل الواحده، يبقى انا عشان اشغل مليون مواطن متعطل يبقى لازم لي على الاقل من 150 مليار الى 200 مليار جنيه. لما سيادتك تشوف ان في عاصمه جديده هتتبني، اعتقد ان البنيه الاساسيه هتحتاج عماله كبيره جدا لمده من 5 إلى 7 سنوات زي ما شفنا البرنامج الزمني لفتره التشييد. يبقى دي انا هنا وفرت مليون فرصه عمل. بعد كده بتتنقل جميع مرافق الدوله وجميع مؤسسات الدوله الى هذه العاصمه. يبقى انا هنا مش بفرق القاهره من سكانها، لا ده انا بخلق اماكن جديده وبخلق طرق جديده وبالتالي فرص عمل لكل مواطن. اعتقد ان هيبقى فيه سيارات نقل من والى، يبقى دي فرص عمل. اعتقد ان هتبقى فيه محلات للبيع، هتبقى فيه مطاعم، هتبقى فيه فنادق، كل دي فرص عمل جديده. لما يكون عندي هذه البنيه الاساسيه للعاصمه الجديده هيبقى على الاقل خلال فتره وجيزه جدا هيبقى يعني كل سنه هتدخل لي 200,000 300,000 فرصه عمل جديده. ادي واحد. اثنين، مش المهم فرصه العمل، المهم الحفاظ على فرصه العمل. احنا عندنا ثقافه في الشعب المصري يمكن للاسف اخذنا ثقافه القطاع العام الى انهيار القطاع العام. هتنتقد القطاع العام؟ اه حضرتك قاعد قواعد القطاع العام. أنا لا بص حضرتك، حضرتك رئيس شركه قطاع عام. قطاع اعمال احنا خدنا فتره الستينات ان العامل مرتبط بوظيفه دائمه. ما حدش في العالم دلوقتي حد بيرتبط بوظيفه دائمه. وبالتالي انا عشان خاطر اخلي العامل يشتغل انا عايز العامل المؤهل تاهيل عالي، العامل المؤهل والمدرب تدريب عالي سعره هيزيد. ده الرئيس عمل وزاره، استحدث وزاره جديده بالزبط. في الموضوع ده. وبالتالي اقول لحضرتك هنا لو سعادتك شفت التغيير الوزاري والتعديل الوزاري قبل مؤتمر شرم الشيخ، فكان رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه اعاد
لأول مرة في مصر وزارة للتدريب المهني والتعليم الفني. الوزارة دي مش جاية هابهازارد، ولكن الوزارة دي لإعداد كوادر فنية قادرة على التعامل مع المرحلة اللي جاية. بدل ما يجي لمستثمر أجنبي يقول لي أنا هجيب لي عمالة من بره، لا ده أنا عندي هنا ولادنا اللي بياخدوا تدريب مهني في الثانوية الصناعية أقدر أهلهم بحيث يبقى ليهم فرصة عمل مناسبة. مشكلة كبيرة جدا يبقى أنا عندي مواطن وغير قادر على العمل وغير قادر على تطبيق التكنولوجي الحديث. يبقى هنا أنا بوفر فرصة عمل بس بشرط إن العامل ده يعرف إن فرصة العمل دي لن تتكرر، في استدامة بقى يحافظ عليها ولن يستمر في هذه الفرصة أو في هذا العمل إلا إذا كان عامل كفء. أنا عايز أغير ثقافته. المستثمر عايز يكسب، المستثمر عايز يكسب، أنا مش هكبله بقول له والله العامل ده ما تفصلوش. أنا عمري ما شفت مستثمر هيفصل عامل وهو ناجح، عمري ما شفت مستثمر هيخفض مرتب وهو لعامل وهو بيكسبه. ولكن يعني اتعلمناه كده، من أمن العقوبة أساء الأدب. وبالتالي أنا عايز ثقافة العامل المصري تتغير. من أنا كنت في قطاع عام متعين وطالب بأرباح في فترة الشركة بتبقى خسران، لو سيادتك تذكر، وكانت قيادات أنا زاك تيجي تدي له أرباح عشان ما يتكلمش. لا، أنا عايز فكر العامل المصري يتغير إلى فكر عامل كف. هستأذنك هنخرج الفصل، بس قبل الفصل أقول لحضرتك اللي حضرتك بتقوله ده لازال بيحصل فكر. لا، ما هو لازال بيحصل بس لأنها ثقافة موروثة. اسمح لي إن احنا هنخرج لفصل وهنعود لاستكمال نفس الحوار. عدنا أعزائي المشاهدين. عايز أرجع للدكتور هشام وعايز أسأل حضرتك بما يخص حالات التشويه والتشكيك التي حاصلت توجه رسائلها للمواطن البسيط. حضرتك تابعت هذه الحملات؟ بالتأكيد. وعرفت حضرتك ايه النقط اللي بتلعب عليها الجهات اللي حاولت تشكك في الاستثمارات وحاولت تضحك على المواطن وتفهمه ان هو ما استفادش حاجة وان الناس بتضحك عليه؟ الرسالة اللي كانوا الاطراف اللي لا تريد الخير اللي مصر اشتغلت عليها في البداية يمكن في اول يوم، هو اول يوم جالهم صدمة. فاول يوم هو ايه الدلع اللي عاملاه الحكومة للمستثمرين ده؟ هو الدولة ليه بتدلع اول المستثمرين وجايبهم ده مؤتمر للمستثمرين مش مؤتمر لمصر؟ فافضل رد انه ده كويس، ده معناه انه نجاح للحكومة المصرية انها بتدلع المستثمر، لانه المستثمر ده لو ما اتدلعش في مصر هيتدلع في اي دولة في العالم، والمستثمرين دول طبقة العالم كله بيجي وراهم. فمهم قوي انه نشتغل بلغه المستثمر بطلباته مش باللي احنا شايفينه، واعتقد ده من احد اهم اسباب نجاح المؤتمر مصر مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري، انه قبل ما بنعد قبل ما بنجهز سمعنا لهم الاول هو ايه المشاكل. فكان المحاور اللي اشتغلت فيها الحكومه على مدار عام ونصف هو تحديدا بناء على مقترحات من رجال الاعمال. خلينا نشير إلى نقطة البداية، إنه كان المستثمرين الجزء الرابع منهم عنده مشاكل مع قطاعات الدولة مختلفة، فكان نقطة البداية تيجي تقول له ما تيجي تستثمر يقول لك طب أنا عندي مشاكل، ما تحلها لي الأول. في مصانع مغلقة. فكان عنده مشاكل مع الضرائب، عنده مشاكل مع التأمينات. فكان نقطة البداية عشان نبتدي بقى بنية خالصة ونوصل رسالة مهمة للمستثمرين، إحنا بنحل لكم، إحنا جادين في معالجة المشاكل الماضية. المحور الثاني كان بنية تشريعية مختلة، وكان من وجهة نظري الفساد ضارب في البنية التشريعية أكتر ما كان ضارب في البنية التنظيمية. التشريعات كانت بتطلع تخلق بيئة محابية للفساد، وبالتالي مراجعة هذه التشريعات كان كمان محور مهم جدا اشتغلت عليه الحكومة في ضوء طلبات المستثمرين، إنه التشريعات القائمة دي تخلق بيئة طاردة للاستثمار مش جاذبة للاستثمار. العنصر الثالث، ويمكن ده الحقيقه ما بذلناش فيه مجهود كبير حتى الان، لكن اتصور الفتره الجايه هيكون فيه مزيد من المجهود، هو اعاده بناء البنيه التنظيميه لمؤسسات الدوله وخاصه تلك التي تتعامل مع المستثمرين. وراجعت هيئه الاستثمار. هيئه الاستثمار وفقا للفكر اللي كانت بتشتغل عليه على مدار السنوات الماضيه هي جهه وظيفتها الوحيده انها تمنح رخصه. بتبص على الاوراق المقدمه وفي ضوء سياسات بتدي رخصة بعد ما بتراجع الأوراق. مش ده دور هيئة الاستثمار. دور هيئة الاستثمار إنها تجذب مستثمرين، تزود وتنمي حجم الاستثمارات اللي موجودة في الدولة. ما كانش بتقوم بالدور ده يا دكتور هشام. ما كانش موجود، وعشان كده القانون الجديد نص صراحة، يمكن ده خد وقت طويل شوية، إنه ترويج في مجلس للترويج للاستثمار ومجلس أعلى للاستثمار، يعني أعتقد في هيئات منبثقة عن هيئة العامة. لا، قصة المجلس الأعلى ده ليه قصة تانية هنتكلم فيها. إحنا ما كانش عندنا استراتيجية للاستثمار واقع الأمر.
وبالتالي في ما سبق مخاطبة المستثمرين، احنا بنقول لهم يا جماعه احنا عايزين استثمارات بس مش عارفين احنا عايزين ايه. دور المجلس على الاستثمار وده الحقيقه اتعمل ضمنيا في التجهيز لهذا المؤتمر، لكن المفترض دي هتبقى المهمه الاساسيه انه يضع استراتيجيه للاستثمار في مصر. هو انا اي قطاعات انا محتاج استثمر فيه، اي مناطق جغرافيه محتاج استثمر فيه، اي حجم استثمار انا محتاجه، اي نوعيه عمالة انا محتاجها، اي نوعيه سلع وخدمات، اي نوعيه اسواق انا بشتغل ليها، ده لازم يضمن في استراتيجيه الاستثمار. وعشان كده لو هتراجع الاستثمارات اللي اتعملت في العشرين عام الماضيه هتكتشف انه الاستثمارات اللي جت جزء الاكبر منها جه في قطاعات الاسمده، البتروكيميكالز، الاسمنت، الحديد، تلك القطاعات او تلك الصناعات المدعومه اللي تحصل على دعم في الطاقه. فده ما ينفعش. فالاستثمارات اللي كانت بتيجي عشان خلل عندي سواء كان تشريعي او تنظيمي، فجايه تكسب مش بمجهود. دكتور محمد، بعض الناس اللي حاولت تشوه في المؤتمر قعدت تتحدث، وللاسف يعني بعضهم من 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 المنظرين قعدوا يقول لك انا شفت وجوه من نظام مبارك من رجال الاعمال موجودين، واخرين قال لك المشروعات المعروضه مشروعات استهلاكيه. هسمع من حضرتك رايك، ولكن اذن لي ان نذهب الى فاصل ونعود مره اخرى. اعزائي المشاهدين، وقبل الفاصل كنت بسال الدكتور محمد غازي عن بعض الناس اللي حاولت تشكك في المؤتمر وقعدت تتحدث عن سلبيات بتراها لوجود وجوه تنتمي الى نظام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وان المشروعات المطروحه مشروعات استهلاكيه وليست استثماريه. الدكتور محمد ابتسم قبل الفاصل، وانا بقول لحضرتك اتكلم بصراحه بوجهه نظر اقتصاديه بحته. هو بوجهه نظر اقتصاديه بحته، هو راجل المستثمر لا يتبع اي نظام، المستثمر هو عايز يكسب، وبالتالي انا ما احسبش مستثمر على نظام مبارك او نظام عبد الناصر ولا نظام السادات ولا نظام السيسي. المستثمر يعشق مصر، المستثمر عايز يكسب من مصر، وبالتالي ما هياش كلمه تتقال ان احنا يعني ما تستاهلش ان احنا نرد عليه. أنا يعني بقول لحضرتك كأنها ما اتقالتش. أنا يهمني المستثمر ده من أي نظام، مستثمر مصري، مستثمر ياباني، مستثمر يخضع لنظام، حتى مش عايز أقول نظام ما بنحبه، أنا عايز ألم مش عايز أجمع. حتى لو مستثمر قطري يجي، يعني إذا كان إحنا في خلافات في تعليق للخارجية على موضوع قطر ده، أنا مصر بتفتح أبوابها زي ما قال الرئيس السيسي للجميع. مؤتمر اقتصادي هو زراع مصر، وفي ذلك الرئيس على فكره يا دكتور احمد ما بيموتش في حد في حواره مع قناه العربيه لما اتكلم، حتى جت سيره تركيا وقطر كان في قمه مستثمر الادب. مستثمر قطري مستثمر تركي يجي اهلا وسهلا، وبالتالي المستثمر المصري هو احق بالرعايه. فيعني انا عايزك تمر عليها مرور الكرام وما تديهاش اي اهميه، لان كل ما تدي اهميه الواحد بيتكلم هيتكلم تاني. كفانا تشويه لرجال الاستثمار والصناعه. انا الناس دي ما بحبش اسمع لها، وما نسمحش انها ان احنا نردد كلامها، لان احنا بقينا على الطريق السليم وبقينا على الطريق الصحيح. كل اللي انا عايز اعمله ناهل نفسنا للمرحله اللي جايه. يعني ده يعني علينا ان بالنسبه لي وزاره الاستثمار مشكوره، اعدت قانون الاستثمار، هيئه ترويج الاستثمار، هيئه الانابه القانونيه. عجبني هيئه الانابه القانونيه انها بتنوب محل المستثمر في الاجراءات القانونيه. هيئه ترويج الاستثمار، انا كل اللي بطلبه ان يعني عايز شركات اسميها شركات التسهيلات الاستثماريه. يعني عارف حضرتك في حاجه اسمها شركات تسهيلات ائتمانيه، انها بتجيب قرض زي تخليص جمركي كده؟ لا مش تخليص جمركي. انا دلوقتي في مراحل يعني استثمارات ضخمه، والمستثمر اللي عنده مليارات عايز يضخها في مصر هو مش فاضي يجي كل شويه، عايز وسيط. حضرتك بالظبط، انا عايز وسيط بيسهل عمليه بناء المشروع، الحصول على ترخيصه وتسليمه، تسليم مفتاح. يبقى انا هل عندي شركات في مصر قادره على اخذ الفكر وتسويقها وجلب المستثمر وجلب راس المال وانهاء الترخيص وتسليمه تسليم مفتاح؟ عندنا بنوك الاستثمار بتعمل كده. لا انا مش عايز هيئه الاستثمار بقى، مش هيئه، مش بنوك الاستثمار والعمال عندنا زي بيلتون وزي هيرمس ولا يعني انا عايز نكتر من اللي روجت الشركات، نكتر من هذه الشركات على مستوى الصناعات الصغيرة، على مستوى الصناعات المتوسطة، على مستوى الصناعات الكبيرة، حتى نضمن ان احنا نجذب جميع المستثمرين اللي معاه مليون دولار واللي معاه 10 مليار دولار واللي معاه 100 مليار دولار. هذه الشركات الوسيطة تكون تحت رقابة وزارة الاستثمار، هي اللي بتديها الأول الترخيص، هي اللي بتشوف الكوادر اللي بتقدر تروج للاستثمار. هذه الاستثمار هيئة تملكها الدولة وحكومية، إنما لما تكون شركة تسهيلات الاستثمارية هيسافر على حسابه، هيجيب كوادر على اعلى مستوى،
هو هيتحمل التكلفة، هو هيجيب المستثمر، هو هياخد عمولته من المستثمر، وأنا كمصري مستفيد. يا ريت تفكر بأسلوب غير تقليدي لجلب المستثمرين. فكرة جيدة أنا صراحة. أبعد وفد من مصر يطلع بره 3-4-5 أيام عبال ما يستريح في الفندق ويجي، مش هيكون قابل 2 أو 3 مستثمرين. أيضا تفعيل دور الدبلوماسيين في السفارات المصرية في الخارج، يعني يجب أن يكون برضو ممثلين لهيئة الاستثمار والحكومة في سفاراتنا في الخارج، يبقى عندهم مرونة في ترويج الاستثمار، يجذب المستثمرين، يعمل ندوات بشكل غير تقليدي. لكن مش هقدر اقول له والله اعمل لي ندوه تكلفك والله في حدود كذا، عندك صلاحيه تفويض مالي في حدود كذا. لا، هو شايف ان لو قعد مع المستثمر ده وعمل له حفله وعمل له ندوه وعمل له ترويج يقدر يجيب المستثمر ابو مليار دولار. نحفز الناس بطريقه غير تقليديه بعيدا عن الكوادر الحكوميه. ويمكن الحكومه اخذت على عاتقها، لو حضرتك تبص ان في قانون خدمه مدنيه، قانون خدمة مدنية لتعديل السلم الوظيفي وتعديل الرواتب وتعديل يجب أن يواكب الكلام ده برضو تطوير في قوانين العمل، عشان أنا بقدم باكج للمستثمر بقوانين خدمة مفتوح. وياريت يعني أنا عجبني هذا المصطلح، معرفش مش متذكر مين اللي قاله، أنا بقول لك أدي الاستثمار المصري أوبن بوفيه، اللي عايز استثمارات صغيرة متوسطة طويلة كبيرة في أي مشروع في أي طاقة مصري تفتح ذراعيها لجميع المستثمرين بدون تحفظ وبدون انتماء لأي نظام. النظام الوحيد اللي احنا ننتمي إليه حب مصر. تمام. انتقل للدكتور هشام، برضو عايز أعرف رأي حضرتك، هل المشروعات المطروحة زي ما البعض ردد مشروعات استثمارية واستهلاكية، ولا مشروعات ممكن أن تسفر عن تشغيل ضخم للعمالة ومشروعات إنتاجية؟ لا، بالتأكيد هيبقى نتاجها، وخلينا نشير أنه معدلات البطالة هي تزايدت بشدة خلال السنوات الماضية، ومحتاجين القطاعات اللي تشد سواء في نجاح لحكومة المهندس إبراهيم محلب في تقليص نسبة البطالة. ما هو هي انخفضت من 13.6، احنا بنتكلم حاليا، لا بنتكلم 12.8. مسألة أنه أخلق فرص عمل ل 700,000 خديج وعايز أسحب من الرصيد 3.5 مليون عاطل، مسألة مهمة، وعلشان كده كان مهم أنه أدخل مؤتمر مصر الاقتصادي بمشروعات قاطرة للتنمية ترفع معدل النمو الاقتصادي وتجر وراها مشروعات اقتصادية وقطاعات اقتصادية تانية. عشان كده لما بنتكلم على القطاع الثالث بعد قطاع الكهرباء وقطاع البترول هو قطاع التنمية العقارية والإسكان، لأنه هو ده القطاع الحقيقة ده يرفع معدل النمو الاقتصادي بشكل عاجل. هنتكلم عنه في استفاضة إن شاء الله في الحلقة القادمة لما نتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله. وكمان يخلق فرص عمل بأحجام كبير. فمسألة أنه نساعد الخريجين مش أن احنا نفتح المؤسسات الحكومية الجهاز الإداري للدولة اللي هو أوريدي مكتظ ب 7 مليون عامل، والحقيقة حجم العمل مش على قد عدد العاملين، لكن هو ليها حل يا دكتور هشام القصة ديت، تكدس الجهاز الإداري في الدولة؟ بالتأكيد ليها حل، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. مش الموضوع دوت زي اللعب بالنار اللي هو الاقتراب عند الموظفين؟ لا، هو مش لعب بالنار، هو اعاده الهيكله وكلام دوت. انا عارف ان الموضوع ده بيزعج الكل. لا، هو مش معنى اعاده الهيكله ان احنا هنمشي الناس، لكن هو اعاده الهيكله من منظور انه بخلق مهام جديده، بخلق وظائف جديده. اصل احنا ما ينفعش يبقى انا عندي شركه الهيكل التنظيمي بتاعها اتحط من 60 سنه، ده الدنيا اتغيرت والعالم اتغير، ونفس البرودكتس اللي هو بيقدمه اتغيرت مؤكد، ونفس الكواليفيكيشنز بتاعت الناس بشكل متغيرة. فمهم انه يتم مراجعة الهيكل التنظيمية، وانا براجع الهيكل التنظيمية بتاعت الشركات المختلفة هلاقي انه في وظائف بتستحدث، في قطاعات بتستحدث، في مهام بتستحدث. فهي الفكرة مش معنى ان انا بعيد هيكلة الجهاز الاداري انه همشي الناس، لا، انا بعيد هيكلته علشان افكر في الدور اللي بيقدمه الجهاز الاداري، وارد جدا من خلال اللي احنا بنسميه ادي انجينيرنج او اعاده هندسه الخدمه عشان بتقدم للمواطن، وارد تمر باكتر من مرحله، محتاجين نراجع الكلام ده. وانا براجعه وارد جدا يكون في مهام محتاجه الغيها، وارد جدا يكون في مهام محتاج ان انا اضيفها. فمساله تاني، اعاده هيكله جهاز الدوله مش معناه انه همشي العماله، وما يجيبش انه ملف بس ده أنا يمكن يكون زي البعد بقى خلفك شويه في النقطه ديت، زي ما كنت خايف من الدعم على مدار سنوات طويله، حاسس انها مساله صعبه مش بالسهوله ديت. يمكن الدكتور محمد رئيس شركه من شركات القطاع العام ممكن يقترب من هذا الملف برضه بحرص شديد. انا هسمع راي حضرتك بس اذن لي نخرج لفاصل اخير ونعود مره اخرى.
عدنا مرة أخرى وكنت بسأل حضرتك في السؤال الصعب، بما إن حضرتك رئيس شركة قطاع عام، هل هذا الملف اللي هو إعادة الهيكلة صعب وخطر وممنوع الاقتراب منه؟ لا، لأن الملف ده يرتبط بواقع الاقتصاد وبواقع المؤتمر، لأن ده جزء من كيان الاقتصاد الكلي. لا، هو بقول لحضرتك حاجة، أنا عندي شركة فيها 7000 واحد، مش هقول اسمها عشان ما اعتبرش إعلان، لكن قواعد الحوكمة بتقول لك حسن استخدام الموارد البشرية والمادية. لو أنا عندي 7000 واحد وأحسنت استخدامهم وخلقت لهم فرص عمل حقيقية هزود الإنتاجية. إنما يمكن الملف ده في الحكومة دي تراكمات سنين معها كان تعيين الخريجين، وأعتقد إن ما بقاش في تعيينات في الدولة خلاص، ولكن في شركات قطاع الأعمال برضو في تراكمات كبيرة جدا بحجم شركة يوصل 7000. القيادة هنا هي عليها تدير هذه العمالة إدارة سليمة، تعمل نظام برمجة خطية. يعني أنا عايز أعظم الربحية، أنا عايز أقلل التكاليف، يبقى ممكن أحرك عامل من الإدارة ألف إلى الإدارة ب حتى أستفيد منه. وبالتالي هذا الملف أنا لو إعادة الهيكلة ده مش إعادة هيكلة، ما أنا مسموش إعادة هيكلة، هو حضرتك برضه نقدر نقول إعادة استخدام الموارد البشرية بشكل يحقق التنمية، بشكل يحقق الربحية بدون الضرر. لما أنا عندك موظف ممكن أشيله من الإدارة ألف إلى الإدارة ب، المزايا هي ولكن أنا استفدت منه في الإدارة بيه أكتر من الإدارة ألف. فأقل من دقيقة قبل ما ينتهي الجزء الأول من لقائنا، لأن إحنا عندنا في الجزء الثاني استكمال لكل الملفات اللي تم طرحها في المؤتمر، إيه تعقيب حضرتك على هذا الملف اللي هو الحوكمة؟ هل شايف أنه حضرتك ماشيين فيه على الطريق السليم؟ بنتحرك فيه على الطريق السليم، بس نوضح أنه الحوكمة للأسف المصريين بيتعاملوا معها على أنها شفافية بس، يعني نحن نبقى بننشر قوائمنا الماليه، بنعلن عن اي طريق، لكن الحوكمه اكبر من كده، بتبتدي بالتشكيلات المختلفه لاداره الشركات ومدى الالتزام بيها، بتبتدي بانه الشركه نفسها يكون ليها مسؤوليه اجتماعيه تجاه المجتمع اللي بتشتغل فيه. فالحوكمه مهم جدا، طبعا هو مفهوم حديث في مصر الحقيقه، احنا بنطبقه وما بقالناش فتره زمنيه طويله، كان شايف تحرك الشركات في التزام بقواعد الحكومه، شايف انه ماشي فيه بمعدل جيد. مرت بسرعه الحلقه ومعنا لسه ملفات كتيره جدا ان شاء الله هنطرحها في الجزء الثاني من اللقاء الهام مع الدكتور محمد غازي رئيس الاتحاد العربي للتامين ورئيس شركه مصر لتامينات الحياه، والدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. الى اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله لاستكمال الحوار. شكرا.